بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله المكرونة المحمرة. عندنا حلة على نار متوسطة، هنحط فيها معلقتين كبار زيت وهنسيبهم لحد ما يسخنوا، وعندنا 200 جرام مكرونة مقصوصة او نص كيس، وعندنا وحدتين طماطم كبار واربع فصوص ثوم، هنضربهم في الخلاط كويس مع كوباية مية ومعلقة كبيرة صلصة معلبة، وهنضيف المكرونة على الزيت وهنحمرها لحد ما تبدأ تلون معانا، وخلاص كده لونها بدأ يتغير معانا، وهنضيف عليها بصلة كبيرة متقطعة بأي شكل ونقلب، وهنضيف معلقة صغيرة ملح وفلفل أسود، وهنقلب كويس لحد ما البصل يدبل تماما معانا، وبعد ما البصل يدبل هنضيف عصير الطماطم اللي ضربناه في الخلاط وهنقلب كويس، وبعد ما تغلي معانا هنغطيها وهنسيبها لحد ما تستوي وهنقلبها من وقت للتاني، وخلاص كده المكرونة استوت معانا وشربت كل الصلصة. ولو الصلصة قلت معانا جدا والمكرونة لسه ما استوتش، ممكن نزود عليها شوية مية مفيش مشكلة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا للمتابعة، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة.